هذه القافلة يعني المشكلة من ما يفوق عن 9 أو 10 شاحنات يعني محملة بالمواد الأساسية ومتوجهة إلى أقصى شمال الولاية. إن شاء الله الشيء اللي درناه اليوم يعني البني محلي وبني ورتيلان وأقصى شمال الولاية يكون يعني متبوع. دونك حنا حصينا كافة هذه العائلات على مستوى 60 بلدية على مستوى ولاية سطيف. بدأنا في هذه العملية لإيصال هذه المساعدات إلى عين المكان. الآن العدد اللي قدمناه هو 7240 مساعدة لحد الآن، والعائلة والعملية متواصلة إلى غاية النهاية.